كيف جمال النور، جمال الحياة، جمال الطبيعة، بعد الظلام نور على نور، وبضدها تعرف الأشياء. لما المتعة تخرج من عمق الألم، والنور يخرج من عمق الظلام، والخير يخرج من عمق الشر، والعدل يخرج من عمق الظلم، والرحمة تأتي من عمق الضعف. من أجل الآتي، من أجل الآتي، اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا، لن يخلو من عثرات بشر، تلك طبيعتنا. أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، التحسين ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. ما نفعله ليس بحلم أو تنظير، انظر حولك التحسين. من أجل الآتي. سين سؤال، إحنا فين؟ يا أهلا وسهلا. الخيل الخيل الخيل، أهمية الخيل في حضارة البشرية وفي تطور البشرية يظهر في النقوشات. هوبر وأويتينغ والليدي أنا بلنت كلهم وقفوا عند الصخرة هذه. تتوقع إيش كان على الصخرة هذه؟ وش اللي جابهم من أوروبا؟ جاب 11 مستشرق وباحث، كلهم جوا هنا، جوا على الصخرة هذه. هذه بالذات؟ نعم بالذات هذه. إنه أكثر حيوان أثر على تاريخ البشر هو الخيل. من أول ما استأنسنا الخيل إحنا كبشر وحياتنا تغيرت بالكامل، لأنه كان الخيل هو أول وسيلة للنقل السريع. فعندنا هنا خيول وعربة، دليل أنها استؤنست. نعم، دليل على أنها استؤنست. الرسمة هذه من كم سنة؟ من 4000 سنة من وقت الحالي، طبعا فترة العصر البرونزي. إيش دور الخيل في تطورنا إحنا كبشر تاريخيا؟ السرعة أيضا تأخذ للرفاهية، ولذلك هي ارتبطت مع الإنسان ارتباط كبير جدا. أديك ارتباط كمان دوبه جاني. يلا. أنا عارفه، هو معروف بس ما عمري ربطته. يلا. السيارة. يا سلام. يقول لك كم حصان؟ يا سلام، ما عمري فكرت فيها كده. البوغاتي 1479 حصان. البوغاتي علومة هورس باور. حتى البوغاتي مربوطة بالخيول في النهاية. البشر كلهم سبحان الله. هي معروفة بس مو معروف، يعني معروفة بس مو معروف إنه ليه ربطناها بالحصان. لأنه لما جينا اخترعنا السيارة، إيش أكبر نموذج في العقل في الوعي الجمعي البشري عن موضوع السرعة وموضوع القوة؟ الحصان. إحنا الآن داخل متحف الخيل العربي. دلت هذه المنقوشات والآثار على أن الموطن الأساسي للخيل العربي الأصيل في الجزيرة العربية منذ ما يزيد عن 9000. هذه نقوشات تظهر كمان استخدام الخيول، فكان يستخدم للنقل، كان يستخدم للركوب، وكان يستخدم للحروب، وكان يستخدم للصيد. أيضا في موضوع الهيبو ثيرابي. سمعتوا عن الهيبو ثيرابي؟ احنا في مدينة سلطان بن عبد العزيز الخدمات الإنسانية في مركز العلاج بالخيل. العلاج بالخيل نستخدم فيه حركة الخيل، حركة إيقاعية ثلاثية الأبعاد تحاكي حركة الإنسان الطبيعي أثناء المشي. الهيبوثيرابي هو ثيرابي بالخيول بالخيل للمساعدة في علاج عدد من أمراض الأطفال. هذا هوليوود. عرفته طبعا، تحت قولي. How you doing؟ هذا إيش وضعه؟ بلجن. بلجيكي.
اي نعم. مستحمي الساعة 7. اي نعم. فطر الساعة 6. اي نعم. استحمى الساعة 7 ومشي 20 دقيقة. هذا برنامجهم اليومي عشان نأهلهم للجلسة، عشان ما يكون عنده سلوكيات عدواني أو غير مستقر أو ممكن يسبب لي مشاكل تأثر على أمان الجلسة وعلى أمان الطفل خلال الجلسة. وهذا عاد هيدالجو. لو تلاحظ أستاذ أحمد إنه إذا تكلمت أذانه راح تروح ورا عشان يسمعك. عجيب. فعشان كذا بتشوف أذانه ما قاعد تمشي مع بعض. طب خلينا نجرب دحين. هيدالجو. يا ولد. هيبو تحديدا بالإغريقي معناها خيل، تالي كلمة هيبوثيرابي يعني ثيرابي بالخيل، علاج بالخيل. أول مرة انتبه للمعلومة دي. عندنا الحين أول طفلة جميلة اسمها هيا. هيا مشخصة بشلل دماغي، المشكلات اللي كانت تعاني منها قبل ركوب الخيل تشتت الانتباه، ما كان عندها تواصل بصري حلو زي كذا، عندها رغبة شديدة باللمس اللي احنا نسميه الإحساس المنخفض. كم صار لها بتسوي جلسات؟ 24 جلسة. مرة جميل الفكرة يعني، وكيف الاهتمام بالتفاصيل. طيب ممكن احنا نبدأ التمرين الأول اللي هو هذا، فمثلا مثل هذا التمرين راح يساعدها على استجابة الأوامر، بني مثلا نقولها أخذيها من هنا وأعطيها جابر. الشيء الثاني حسن من قبضة اليد. الشيء الثالث أنها راح تشوف الشيء وهي ماسكته. لو كيف الفرق عند الأولاد يعني، ما هو موضوع نظري، لما سألت الأهل أكبر فرق طال عمرك أنها صار عندها التوازن أقوى، صار عندها التركيز أقوى. تقول وش خيل أجيبها أبغاها تمشي، تقول لي خيل شو تسوي بالخيل؟ سبحان الله لما شفت الفرق والله حرصت عليه أكثر من العلاج الطبيعي الوظيفي. سبحان الله. كانت تمشي أول كذا. أوكي. الحين صارت تمشي كذا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هلا. يلا ركان. يلا ركان. Let's get prepared. طب أحد حيقول مثلاً هذا التمرين ممكن يسويه هو جالس في البيت خلاص، إيش فائدة إنه على خيل هو بيسوي؟ سؤال ممتاز، لأنه هو الحين مع الخيل راح يحافظ على التوازن حقه باستقامة الظهر، إنه يسوي هذا الشيء بحركة مستمرة. يعني زي ما قلت هو ممكن يقدر يسويها وهو جالس بثبات، لكن الجلوس المتحرك على خيل راح يحتاج انه يصير مركز اكثر، وراح يحتاج انه يستقيم ظهره لانه ما راح يؤدي هذا التمرين وهو منحني. تشيز على طول. هي ثانيه عنده. حبيبي مستشفى الخيل. هذا ميدان الملك عبد العزيز مستشفى الخيل. المستشفى طاقته الاستيعابية تقريبا 30 غرفة خيل. شيء عجيب، أول مرة أدخل عملية لخيل. فالآن حيصير في اجتماع للدكاترة علشان يتناقشوا في العملية، لأنه ظهر عملية ما هي تقليدية. جاهزين للعملية. طب الآن هو أخذ المهدي وبعدها ياخذ اللي هو الكيتامين اللي هو المخدر. عنده كسر في الركبة، عمره 2 سنين، دحين بياخذ المخدر، فشوف كيف مسكينه عشان لما يتخدر ويجي يطيح. سبحان الله، اولا موضوع التخدير يخدروه بعدين يمسكوه كذا 6-7 اشخاص يمسكوه على الحيط. فدحين حيشيلوه بونش ويدخلوا الغرفة، بربطوا رجوله. حيشيلوه بالعكس. واو شوف لسانه كيف طلع. هذه المنطقة هي العناية المركزة طبعاً. عناية مركزة. هذه عناية مركزة. بس أبغى أعرف شيء، هذا أخذتوا إذن بالتصوير؟ إيش أخذتوا من الخيل إذن؟ لا صاحب الخيل بعضهم ما يحب خيله يطلع، بعضهم ترى قيمة السوقية حق الخيل برضه، إذا كان تعبان دخل مستشفى. يعني فإيش نغبش وشه يعني الخيل ولا إيش؟ لو حنستأذن منه حنبلغه بس انه ترى احنا طيب عشان لو ما بعضهم ترى ما يرضى تماما. تمام بس لو هذا لو ما رضي نغبش وشه. يصير نغبش. نعم. طيب فجانا خبر انه تم الاذن انه نقدر نصور الخيل ده ونطلع وشه معالمه بالكامل، ما حنغبش وشه. تفضل. اسمها اساير وليد وعمرها 8 سنين وعندها مغص شديد، تالي هي في الاي سي يو. سلامات. يا
يلا كفارات وطهور إن شاء الله. سبحان الله من جد لما تشوف العملية تستشعر كلمة أمم أمثالكم، نفس عملية البشر، يعني كل الأجهزة قريبة جدا لعملية إنسان قاعد يسووا له رباط. هنا هذه كل المؤشرات الحيوية، هنا ضغط الدم ولا ونبضات القلب إلى آخره، زي الإنسان بالضبط. هذه كلها أدوية للخيل، هذه كلها أدوية للخيل، وجزء كبير منها على فكرة بشري، يعني تقريبا نسبة 40% من الأدوية اللي موجودة هي بشرية سبحان تستخدم الله. بجرعات تتناسب مع الخيل. جميل. طبعا الآن يأخذون المكان اللي هو حق العملية. فين الكسر بالضبط؟ الكسر هنا، هنا المنتج. المفصل هذا في 7 مفاصل، في 7 أيضا تقريبا، فهو العظم الثالث فيه. العظم الثالثة مكسورة، سويت له اكس راي. موجود الاكس راي. لازم نطلع كلنا. ايش اللي صار الحين؟ هو دخل الريشة عشان يحفر مكان المسمار، بعدها بيتأكد مكان الريشة بس بالضبط، ياخذ لها اكس راي، إذا شافها اوكي بالمكان الصحيح راح يدخل المسمار وبعدها يربط. هذا تخصص؟ تخصص دقيق. يعني في ناس في الجامعة بتتخصص صحيح طب بيطري وبعدين تحته بعدين ياخذوا حاجه اسمها ريزيدنسي، بعدين ياخذوا البورد. البورد في الخيل، في طب الخيل طبعا. حتى الخيل له تخصصات كثير، زي في تخصص جراحه، في تخصص الطب الباطني، في تخصص السبورت ميديسن ريهابليتيشن. نعم صحيح. بشكل عام في شح كبير في السوق في موضوع الاطباء الخيل، في طلب، في طلب عالي، وفيه القله في يعني الشباب اللي يتحمس ممكن من الاقتراحات يتخصص. قليل جدا جدا جدا، هم ممكن 2 أو 3 المتخصصين في الخيل في كل المملكه. صحيح. فالان صار في مجالات للعمل، فالان ان شاء الله من ضمن الخطط حقتنا انه حيبدا برنامج التدريب. ايش الخطوات اللي بعد؟ اشرح لي. الحين بعد ما يركب اللي هو السكرو والمسمار راح يرجع يخيط المكان، بعدين يشيل الحصان ويرجع اللي هو غرفه الافاقه. طبعا الغرفه اللي قبل العمليه تكون غير الغرفه اللي بعد العمليه، راح يكون في الاي سي يو، فمجرد لساعة ونص ساعتين بعد ما يفيق نودي غرف العمليات، ياخذ اللي هو الانتيبيوتيك والادويه اللي موجوده عليه، يكون تحت مراقبه اللي هو لمده 48 ساعه. اوكي. بعد ان شاء الله 3-4 أيام يرجع للاسطبل ان شاء الله. 3-4 أيام يرجع للاسطبل. يرجع للاسطبل لكن يكون له برنامج يعني كامل لمده 3 شهور، وبعدها يرجع ان شاء الله للرياضه. جميل. طبعا موضوع العنايه بالخيل الطبيا هذا موضوع مره قديم، يعني هذا كتاب اسمه كتاب البيطره من أكثر من 1000 سنة، ويوضح تفاصيل في علاج الخيل. فالاهتمام هذا قديم عندنا، يعني الأضراس تنبت في اللحم لا في العظم، فإذا طحنت الشعير تحركت فأوجعها. لا نستغرب من المستشفى اللي دوبنا شفناها والعناية، لأنه هذا كان موضوع أصيل جدا عند العرب زمان، الاعتناء بالخيل وفهمها من كل النواحي. هذه من الأدوات القديمة اللي كانت تستخدم في العناية بالخيل. يا أهلا وسهلا. سؤال، تتوقعوا كم نوع خيل موجود حول العالم؟ يوجد أكثر من 400 نوع من أنواع الخيول، من أجملها وأقواها وأعرقها الخيول العربية اللي موجودة في الصورة دي. شايفين الخيلين دول؟ هذول الخيول العربية أصيلة. إذا التفاصيل كده مو واضحة وحابين تشوفوهم لايف، تعالوا معايا. مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، تعالوا نشوف. يا اهلا وسهلا. يا هلا بك. ما شاء الله تبارك الله. اين نحن؟ نحن في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله. كيف احكم على صفات الخيل العربيه؟ زي ما انتم شايفين الشخير هذا موجود، الراس الجميل، الذيل المرتفع، هذه جميعها من صفات الخيل العربيه. ايضا الحركه، كيف الحافر يلمس الارض، ايش بيلمس بكذا؟ بيلمس برونق خاص، بختره خاصه في خيل العربيه. هذه فقط في الخيل العربيه الاصيله موجود. طبعا الخيل هذه خيل الملك عبد العزيز اللي وحد عليها المملكه العربيه السعوديه. هذه ابنائه اللي تشوف. هذول اولاد اولاد ولا احفاد ولا اي جيل؟ احفاد الاحفاد. رزيق، تعرفوا رزيق؟ طبعا هذا هو العمده، هو البيج بوس. هذا في تحته من اولاد واحفاد 300 واحد، عمره 25، وبالتالي يعتبر في عمر الخيول عجوز يعني. فهذا رزيق هو الجد الأكبر. أهلا وسهلا. طيب أنا ما أعرف، أنا ترى ماني إيش فيك. تعرفنا على أسماء أصوات الخيول. المملكة العربية السعودية. هذا اسمه صهيل. من اللي سواه مو صهيل. لا مو صهيل. واضح جهلي التام. أوكي. الخيل تشخر، تشخر بعد ما تبذل مجهود. كبرياء يعني. كبرياء. وهذا الشخير اللي هذا الشخير. هذه من ضمن الهوية العربية. الخيل الثاني ما تعطيك نفس الشخير هذا. موضوع الخيول، عدد الخيول، أكبر 5 دول في العالم فيها خيول. أمريكا فيها أكثر من 10 مليون خيل، المكسيك، الصين، البرازيل والأرجنتين.
هذا الخيول بشكل عام. إنتاج الخيول العربية تحديداً، أكبر دولة فيها اليوم إنتاج للخيول العربية السعودية أكثر من 3000 خيل سنوياً، بعدها أمريكا، مصر، تركيا وفرنسا. هذه أكثر 5 دول تنتج الخيول العربية، وطبعاً هذه إحصاءات تقوم بها منظمة واهو، طلع في منظمة أصلاً مخصوصة للخيل العربي تحديداً اسمها واهو، World Arabian Horse Organization، المنظمة العالمية للخيل العربي، فبتسوي الإحصاءات هذه حقت إنتاج الخيول وفيها كل الخيول وأسماءها وأنسابها. جمهورية منغوليا يطلق عليها بلد الخيالة، هي البلد الوحيد اللي عدد الخيل فيها أكثر من عدد السكان، فيها أكثر من 3 مليون خيل. يوجد تقريبا 1 مليون خيل عربي منتشرين في 62 دولة، والخيل كمان بتحط له chip ID. طيب دكتور أحمد، ايوه لحظه اني بفهم ايش قاعد يصير. ايش هذا اولا؟ هذا مايكروشيب ريدر، جهاز قارئ شرايح، هذا يقرا فيه شريحه الخيل المزروعه في الحصان. ايوه هو ده، هذا رقم الاي دي، ومنه هذا الرقم اللي في الجواز السفر. نعم هذا موجود. هذا بيكون موجود في الجواز السفر، فهذا ما يسافر بدي يعرفوا انه هو ده اللي في الجواز. صحيح. الان الخيول لها جواز سفر، تاخذ طاقه وتاخذ جواز سفر عشان تقدر تسافر، عشان يتعرف يمين. جاي استلم جواز المهر النمر القاسميه من اجل ان شاء الله يعني نبدا في موسم البطولات والمشاركات. روح ابشر في ابشر هنا حق الخيل ولا برنامج اصيل؟ هذا زي ابشر. أوكي. بس تبليغ ولاده بالبدايه، شهاده ولاده يعني. شهاده ولاده عنده، ما يتسجل خيل عربي اصيل ولا يطلع جواز الا عنده تحليل دي ان اي. وموضوع الاهتمام بانساب الخيل موضوع قديم جدا، الخيل العربي تحديدا، يعني ابن الكلبي عنده كتاب كامل اسمه انساب الخيل، بيتكلم فيه بالتفصيل عن الخيل وانسابها، نسب الخيل في الجاهليه والاسلام، ابن الكلبي 204 هجري، يعني كتاب من 1200 سنه. والنسابين زمان كانوا زي ما يعرفوا انساب الناس، كانوا ايضا يعرفوا خبراء في انساب الخيل، فموضوع ما هو جديد، ولكن الاهتمام الان الجديد فيه انه استحداث الوسائل جديدة. يعني فكرة جواز سفر وفكرة أنه يتعرف وينكتب نسبه والشجرة العيلة حقته باستخدام فكرة جواز سفر شيء جميل. وصل، استلمنا الجواز، جواز سفر للخيل العربي. خليني أنا بقى مخمخ عليه، ولو إيه. عندي أسئلة أسئلة. يلا إيه. الاسم نمر القاسمية، نمر إيه. نمر القاسمية. رقم الجواز طبعا هنا في رقم. الأب للأم، شجرة نسب نمر القاسمية، ولد، ولد دينسي، دينسي ولد إنزو. من جهة الأم عجمان من السيوني، عجمان من السيوني ولد دبلي إتش جاستس، دبلي إتش جاستس ولد ماغنم سايكي. هذا الجد الرابع. أي نعم. طلعوا فيز لما يروح أوروبا، يطلع فيزا شنغن، ولما يدخل بلد شنغن خلاص يقدر يتجول فيها. شيء عجيب والله، مرة جميل يعني الاهتمام بالموضوع ده. الجد في شنغن والله، كل بلد مثلا بيطلع لأوروبا نقطة الوصول مثلا هولندا، تمام، عرفت؟ بعدها من هولندا خلاص يقدر يروح على أوروبا مرة. أي واحدة من الفوائد الأخرى في موضوع الخيل، قطاع الرياضي المتعلق بالخيل من ضمن الرياضات، يعني زي ما كرة القدم رياضة ضخمة ويصرف عليها الملايين وأندية رياضية، كذلك الخيل، ولكن الفرق أنه الخيل من ضمن الرياضات العريقة جدا، يعني هذه رياضة عمرها آلاف السنين. بلد زي بريطانيا مثلا ثاني أكبر رياضة في الدولة بعد كرة القدم الخيل، تدور أكثر من 3 مليار بريتش باوند، جنيه استرليني، في الاقتصاد، وتوظف آلاف الناس. تم استضافة كأس العالم في السعودية عام 2021، شارك فيها 77 خيل من 13 دولة. في حالة ولادة عندكم؟ أيوة 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 أيوة. إليزابيث، إيزابيلا، أنا آسف آسف، إيزابيلا إن شاء الله. أي متى جالسين ننتظر؟ ها ها ها، اليوم بكرة، اليوم واحدة بكرة. حامل عندي إيزابيلا، إيزابيلا، إيزابيلا حامل. أي إيزابيلا جابت بنت، سموها إيه؟ سموها ديم على اسم أخت عزام الصغيرة. شوف أجمل لحظة، زي عند كل أب عنده إنه يشوف يعني مثلاً عنده ولد جديد، إحنا أحلى لحظة إنه يكون عندنا مثلاً إنتاج جديد. أبو أحضر الولادة. هذا أول بداية الولادة تكون طلق، يبدأ غشاء الجنين يطلع، بدأت تدفع الجنين، الآن بتحاول تدفع بشكل أقوى. طبعا هي تشعر بألم شديد جدا الآن. الحين بعد خروج المهر، بعد المرحلة ولادة مباشرة، نبخ مكان السر بحيث انه الجراثيم ما تجي على الجنين الجديد او على المولود الجديد. بعد ما تخلص حالة الطلق وكذا، ننظف الغرفة بشكل كامل ونعقمها
شفتوا الولادة؟ والله شيء عجيب سبحان الله. والخيل أيضا سبحان الله خلال ساعات بيمشي على طول. الآن أنا جالس أعلم على الوقوف، الآن أول محاولة بدون مساعدة وقفت. شو ما شاء الله شجاعة جدا المهر ما شاء الله تبارك الله، يعني محاولات الأولى تقدمت كم خطوة تعتبر إنجاز كبير بالنسبة له. من أفضل اللحظات بعد الولادة اللي هي مساعدة على الوقوف أو على المشي أو الخطوة الأولى. فألف ألف مبروك لإيزابيلا وألف ألف مبروك لعزام، وتتربى في عزكم إن شاء الله ديم وأم ديم كذا إن شاء الله. مولود الخيل المولود لسه، الذكر اسمه فلو، الأنثى فلوة، والطفل مهر ومهرة إلى 3 سنوات. بعدين يعتبر عند الخيل زي البلوغ كذا، خلاص كبر صار بعد 3 سنوات 4 سنوات يصير حصان وفرس. فالحصان الذكر والفرس أنثى الخيل الكبير. يعني جيعان؟ أيوه هدي أعصابك علينا. يلا أوكي، يبغى يلف يمين هو، بس تبغى تلف يمين ولا يسار على كيفك اللي يريحك، شكله يبغى يمين. يلا أيوه هو ده. بس 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 خلاص أنا آسف، هي دي اللي سببت مشكلة. أوف لا خلاص كفاية كفاية مغامرات. جريت ولا ما جريت؟ شفت الواو دي؟ حسيت نفسي كاوبوي. والتروت أول تروت في حياتي. إيش التروت قلنا؟ الهرولة حقت الخيل مع الأستاذ رزيق العمدة جدهم كلهم. إياك شكرا جزيلا على هذه التجربة الجميلة، إن شاء الله تتكرر تاني. تحياتي، سلام، بيس. من أجل الآتي، من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا، لن يخلو من عثرات بشر، تلك طبيعتنا. أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، التحسين ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. بحلم أو تنظير، انظر حولك فالتغيير أصبح واقعنا فتغير. ما نفعله أننا ندعو لغد أفضل، ألا نتشائم بل نعمل، إنك في الأمر مخير. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين.